اشتياق الأبرار إلى لقائي، وإني إلى لقائهم أشد شوقا. عملنا تجربة عملية مع الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي، نزل هو للمقبرة لمدة 20 دقيقة. يا ترى كيف هيكون حال قلبك لو كنت في المقبرة لمدة 20 دقيقة؟ من الأمور التي ترقق القلب زيارة المرضى وحضور الجنازات، فكيف بمن يعيش حقيقة الموت ويتسربل به؟ إن أكبر عظة هي أن تعيش الموت حقيقة لا خيالا، فتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة وترجو رحمة ربك. كتبت لك حياة جديدة. نعمة من ربك. لما طلعت من القبر أول شيء جاء على بالك إيش؟ شو علاقتي مع ربي؟ مع أهلي، مع ناسي، مع أولادي، وأهم شيء مع شو عملت؟ ماذا سوف أغير؟ يمكن هاي التجربة تخيلني عيد ليس ذكرياتي لكن كيف أرتب حياتي. سبحان الله، يمكن دقائق بسيطة لكن كيف أثرت وسوف تؤثر في حياتي. نموذج بسيط، احنا كثير نخاف من الموت لكن الموت هو جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة، وكثير من الناس تخاف من هذا الموت لكن اعتبر أن هذا الموت جزء لنعتبر وجزء لنحيا وجزء لنرد ونعطي الجميل. ونعتبر الآن بجسد وروح الله أعطاني فرصة ثانية بجسدي وروحي أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة حتى أكون جاهز لربي. قمت الملائكة تغسلني بروح بدون جسد، والآن عندي روح وعندي جسد، عندي الكثير بإذن الله. سوف أغير، يمكن تكون دقائق، يمكن تكون أيام، يمكن تكون سنوات، لكن بإذن الله سوف نغير. ما يكفي الحياة طيبة وحسن الخاتمة. بارك الله فيك.